تعب شوية. صلي على النبي. الأسود المذكور افهمني بس، ولنفترض ان انت بقيت رجل اعمال تمام، وفتحت من ضمن مشاريعك شركة للطلاء، شركة للدهان، شركة عالمية، وانت راجل باشا، مش يعني راجل بتفهم، فانت بقى فكرت في فكرة اعلان وانت اللي هتعمله بنفسك. اشتريت من الشركات المنافسة، من كل شركة طلاء اسود. ايش معنى الاسود؟ هو التحدي، الوصول لدرجة عميقة واصلية من السواد هو التحدي اصلا. فهمت الناس يعني ايه اسود؟ يعني بلاع على الضوء، لا يعكس ضوء، المفروض ان هو يمتص كله. طيب، وقمت جايب ليزر وقلت له بصوا الليزر على الجزء الابيض بيكون ايه؟ واضح. اما نقله على الاسود كده، هل لاحظته صغر ولا لا؟ الاسود ده كده اهو، الاسود ده كده اسود عر، لانه عكس. ما هو معنى انه عكس حبه يبقى ايه؟ ما بلعش كله. وانت قال يعني ساعتها بقى الشركه دي بصوا البقعه بتاعتها قد ايه، طب الشركه دي بصوا قد ايه، طب الشركه دي المفروض بقى ايه؟ يبقى يختلف بقى. وقال يعني بقى شركتك وصلت لسر الخلطه فيختفي الضوء اصلا. يعني لو الاسود ده اسود مثالي لا يعكس. وده اللي عملته شركه بي ام وهي بتهزر مع الشركات التانيه. بي ام ايه؟ ما معيش لون تاني والله. وهي تفرق ايه اللون؟ هكون بضحك عليك، افتح بقك يا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هات انت اي ليزر في بيتكم تمام بلون سبوره تاني يعني، هيبقى الموضوع هنا طبعا نسبه الانعكاس اكتر. ماشي، بحسبك قصدك لون تاني ليزر، ما انت ما وضحتش. انا هفهم ازاي يعني؟ عايز نقعد نلعب احنا، ما هو دي احسن من التاني. بص صغرت في الازرق ازاي، بس الاسود بص صغرت قد ايه. المفروض الاسود يبقى هو بلاعه الضوء. طيب صلي على النبي. شركه بي ام وهي بتهزر مع الشركات الكبيره اللي زيها بتعرفهم انا خلصت المنافسه في المواتير وخلصت المنافسه في الاتزان بتاع السياره، احنا هنلعب في الكماليات. انا هدهن لون اسود والدكر يدهن زيي، فدهنت اسود عربيه في العالم تبص لها. طبعا احنا اي عربيه سودة تلاقيها برضو بتلمع تمام، يسقط عليها ضوء بيبان عليك المصباح كده بيبان، المكان منور جدا، والعربيه السودة دي لا يعكس عليها اي ضوء. وكمان ايه بقى؟ الكسرات اللي فيها مش باينة، اي انحناء فيها مش باين، لان بيان الانحناءات محتاج انعكاس. انتوا معايا حضرات؟ اذا الاسود المقصود هنا هو اسود يمتص كل الايه؟ الضوء، لا يعكس اي ضوء. طيب الموضوع الاخير، هي يا استاذ هي اسمه، قولوا بسم الله الاول. الموضوع ده مش في الكتاب، حتى مش في كتابنا، فاتركز يا ضيع منك. كميه الاشعاع الصادر من جسم